مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بقى هعمل لكم كيكة اللبن القاطع، أعلى وأهش وأفتح وأجمل وألذ كيك ممكن تكونوا هتاكلوه، بجد بجد روعة روعة، ونتيجته فوق ما انتم متخيلين. هتطلع معاكم الكيكة فاتحة جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي، وأحلى حاجة فيها ارتفاعها، الكيكة بتبقى مرتفعة قوي قوي وطعمها جميل جدا جدا مميز، يعني هتحسوا ان هي من احلى الكيكات اللي اكلتوها. شايفين الكيكة عالية ازاي، فاتحة جدا جدا ازاي، وهشة قوي قوي. بصوا القلب بتاع الكيكة من جوه جميل جدا جدا بصراحة، يعني هتعجبكم، هتبقى الكيكة بتاعتكم اللي هتعتمدوها دايما. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت بقى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس جنبها على كلمة الكل، ما تنسونيش في لايك وشير، ويلا نبدأ حالا. مكوناتنا سهلة وبسيطة، هي عبارة عن نص كوباية من السمنة، وطبعا لو هتستخدموا زبدة مفيش مشكلة، وهنستخدم معاها كوباية من السكر، ولازم يكون سكر بودرة. ونخلي بالنا يا جماعة في التكات اللي انا هقولها لكم دي، عشان هي اللي هتنجح معانا الكيك. وهقول لكم كمان على سر النهاردة في الكيكة كده، لازم تعملوه اساسي بقى، هيخلي معاكم اي نوع كيك ينجح، يعني حتى لو انتم بيفشل معاكم الكيك على طول. يعني دايما الناس بتكتب لي في الكومنتات ان احنا بنمشي على كل الوصفات، بس في حاجة الكيك مثلا يهبط مننا، ما يعلاش، يبقى لونه غامق شوية، كل الحاجات دي ان شاء الله هنحلها كلها. الافضل ان يكون عندك مضرب كهرباء. طب لو ما عنديش مضرب كهرباء اعمل ايه؟ استخدمي ايه؟ الخلاط. الخلاط اسرع واحلى وجميل. هنستخدم هنا كوباية من اللبن، اللبن العادي الاول، يعني هنستخدم كوباية من الحليب الدافي. درجة حرارة الحاجة دي من اهم الحاجات اللي بتنجح الكيك، يعني لما نيجي نضيف الحليب ما يبقاش طالع من التلاجة، لانه طالع من التلاجة هيهبط معايا الكيك اكيد، وما يبقاش برضو سخن، يعني يبقى درجة حرارته دافية. كل حاجة لازم تبقى موجودة في درجة حرارة الغرفة، خصوصا يا جماعة في الكيك، عامة في المعجنات بس خصوصا في الكيك، لان الكيك يعتبر من اهم او من اكتر الحاجات الحساسة اللي اي غلطة فيه بتؤدي الى فشل الكيك على طول. بعد ما بنضرب الحليب بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ضربنا الحليب مع السكر مع السمنة او الزبدة، طبعا لو استخدموها بالزبدة هتطلع معاكم احلى بكتير يعني، بس لو مش موجودة ممكن السمنة. هنستخدم هنا بيضتين، ودرجة حرارتهم تكون في درجة حرارة الغرفة، يعني ما تطلعيهمش من التلاجة وتحطيهم في الكيكة، لازم البيضتين يبقوا من بره. انا مش من هواة الناس اللي بتحط بيض كتير في الكيك، يعني احيانا انا بحط بيضة واحدة بس في الكيكة وبتطلع تحفة، واحيانا بعملها من غير بيض خالص في ايام الصيامي وبتطلع جميلة جدا. فالبيض مش هو اللي بينجح الكيكة ابدا، يعني البيض بس بيدي لون جميل وبيدي هشاشة للكيكة، لكن سر نجاح الكيكة مش هو البيض، عشان في ناس كتير بتحط بيض كتير وكل ما تحط بيض قال الكيكة هتنجح معانا. لا ما حصلش، مش هو ده السبب. سبب نجاح الكيك هقوله لكم دلوقتي. هنيجي ده نرش رشة فانيليا، عشان احنا حطينا بيضتين، وتقدروا على فكرة تستغنوا عن الفانيليا وتحطوا مثلا بشر البرتقال، او في ناس بتحب تحط نكهات جوه الكيكة، مثلا نكهة البرتقال نكهة المانجا، بتتباع من عند العطار يعني براحتكم. نيجي هنا بقى للدقيق. الدقيق ده من اهم الاسباب اللي بتؤدي يا اما الى نجاح الكيكه يا اما الى فشل الكيكه. لازم نستخدم دقيق مخبوزات درجه اولى، ويكون يعني بصوا مكتوب عليه كده للكيكات والبيتزات والحلويات، يعني لازم تبقى مكتوب على الكيكه كده، لازم يبقى مكتوب على الدقيق كده. ولازم لما نيجي ننخل الدقيق ننخله مش مرة ولا اتنين، 3 مرات، لازم 3 مرات، حتى لو الدقيق نظيف وكويس، بس برضو النخل بيخلي الدقيق معانا يبقى افضل ما يمكن. الدقيق نفسه برش عليه رشة ملح خفيفة، ودي ما انساهاش ابدا. هتقولي ان احنا بنعمل كيك، بس لازم ترشوا رشة الملح. ولازم الدقيق كمان يبقى محطوط عليه المكونات الجافة كلها، اللي هي ايه؟ لازم احط على الدقيق
معلقه كبيره من البيكنج باودر ونص معلقه من البيكنج صودا. اللي ما عندوش بيكنج صودا ممكن يستخدم كيكشف، يعني ممكن تقدروا تستخدموا بدل البيكنج صودا الكيكشف. يبقى هنستخدم معلقه كبيره، معلقه كبيره من البيكنج باودر، مش باكل بيكنج باودر كله، ونستخدم نص معلقه من الكيكشف، ونبدا ان احنا ننزل بالدقيق واحدة واحدة، نلغي المضرب، نلغي الخلاط، ونستخدم بس المضرب اليدوي او الاسباتيولا او المعلقة، ونبدأ ان احنا المعلقة خشب، ونبدأ ان احنا نقلب من تحت لفوق، مش بالحركة اللي انتوا شايفينها دي، من غير ما نخرج الهواء من الكيك. وخلي بالكم انا ماشي معاكم بالراحة خالص خالص، عشان الناس بعتت لي كومنتات كتير جدا جدا على موضوع الكيك، بالذات الكيك. فانا قررت ان انا اعمل لكم حاجة سهلة وبسيطة جدا، وتقدروا تعملوها دايما، تبقى الكيكة اليومية بتاعتكم اقتصادية، يعني هي مش غالية قوي، يعني حاجات خفيفة اللي احنا ضفناها. زي ما انتوا شايفين كده المقدار معانا بقى مظبوط وزي الفل كده. بس هنكمل بقى المكونات بتاعتنا. هنجيب بقى لبن قاطع، عارفين اللبن لما بنسيبه ويبوظ ما عندنا ويقطع دي، هنضيف مثلا كوباية، هنضيف نص كوباية. طب مش عندنا لبن قاطع دلوقتي، يعني عايزين نعملها بس ما عندناش لبن متقطع، نجيب زبادي. بديل اللبن القاطع الزبادي. بس انا للامانه انا اول مره عملتها باللبن القاطع، طلعت تحفه، طلعت احلى من اللي انتوا شفتوها دي بكتير. يعني بصراحه لو هندي درجه من 10، 10 من 10 هياخد اللبن القاطع، و9 من 10 هياخد الزبادي، لان اللبن القاطع طلع معانا الكيكه تحفه بجد بجد. نجيب الصينيه اللي هي مقاس 24، عشان الناس اللي بتسالني على مقاس الصينيه، صينيه مقاس 24، ونبطنها كويس جدا جدا جدا. ونخلي بالنا في موضوع التبطين ده، لازم ندهن الصينية بسمنة كويس قوي او زبدة كويس قوي، الزبدة هتخلي معاكم الكيكة تحفة، ريحتها جميلة جدا. ولازم نرشها بالدقيق حلو جدا، لازم نبطنها كويس قوي يا جماعة، دي مش بسبوسة، دي كيكة، يعني لازم نخلي الصينية مليانة دقيق كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى بنزل بالكيك بتاعي. زي ما انتوا شايفين الكيك فاتح جدا جدا جدا، ده بسبب ان احنا مشينا بالخطوات بالظبط ومفيش اي حاجة غلط من اللي احنا عملناها. نيجي بقى في اهم خطوة، وهي اللي بتبوظ الكيكة، او بالمعنى الاصح نبقى ماشيين صح كل زي الفل من اول الكيكاية ونيجي في الاخر تبوظ مننا، هو تسوية الكيك. تسوية الكيك يا جماعة من أهم الخطوات اللي هي بتنجح الكيك معايا، بتطلع الكيك معايا زي الفل. أول حاجة لازم نعملها أول ما نبدأ شغل في الكيكة، لازم نكون فاتحين الفرن، يعني ما نفتحش الفرن لما نخلص الكيكة، لا احنا هنعمل الكيكة دلوقتي يبقى احنا نفتح الفرن ونسيب الفرن على درجة حرارة متوسطة. وبعد كده لما نيجي ندخل الكيكة ما تكونش شواية الفرن مفتوحة خالص، تبقى الفرن مفتوحة من تحت بس، مش مفتوحة من تحت ومن فوق. الكيكة هتستوي لوحدها من فوق من غير ما نفتح الشواية خالص. لو انت حسيتي في اخر التسوية ما تفتحيش الفرن طبعا بالمناسبة على الكيكة قبل مرور تلت ساعة كاملة او نص ساعة لو الفرن هادية شوية. ولو انت حسيت ان الكيكة من فوق لونها يعني ما بقاش ذهبي قوي، ممكن تفتحي الشواية حاجة بسيطة جدا جدا. واول ما تستوي الكيكة ما تخرجيهاش من الفرن على طول، سيبيها جوه الفرن كده 3 دقايق تاخد درجة حرارة اللي هي تفصل ما بين بره وجوه، ما تطلعيهاش على طول على الهواء عشان كده هتهبط منك. واول ما تخرجي الكيك ما تقلبيهوش على طول من الصينيه، سيبيه يبرد شويه كده، وبعد كده قدميه في طبق التقديم. لو مشيتوا على الخطوات اللي انا قلتها النهارده كلها هتطلع معاكم الكيكه تحفه وجميله جدا جدا. كده بقى خلصت الوصفه بتاعتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، ما تنسوش بقى كومنت جميل يشجعني على ان انا اقدم لكم كل ما هو جديد وجميل. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس على كلمه الكل، وطبعا انتسابكم للقناة يشرفني ويشجعني دايما. تحياتي ليكم وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم دايما على خير قريب.